السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر عصير البقدونس أحد أشهر المشروبات المستهلكة في كثير من بلدان العالم، وذلك نتيجة لمذاقه الفريد وفوائده الصحية المختلفة، إذ بغناه على مستوى الكلوروفيل فهو يقلل أعداد البكتيريا المسببة للنفس الكريه، في حين بتوفره على كميات مهمة من اللوتين والزياكزانثين فهو يعزز سلامة العين. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشره وحمله الجليسيميان المنخفضان يضمانه للأغذية المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من العصير، فينصح بشرب 100 ملل منه، أي حوالي كوب متوسط الحجم خلال حصة واحدة في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول عصير البقدونس. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.